يعني احنا مصر زي ما كنت حضرتك بتقول، توقعنا احنا توقعنا اكتر منكم ان مصر اخرها يعني الدور الاول، ولو ربنا كرمنا قوي هنطلع ايه دور ال 16 ونروح. يعني احنا كنا عاملين حسابنا على كده، كان التوقع الاكبر بالنسبه لنا صراحه للجزائر. يعني احنا الجزائر لما كانت بتلعب بطوله افريقيا في مصر، احنا مجرد خروج مصر منها كان كل المصريين بيشجعوها، واستغربت جدا صراحه خروج المنتخب الجزائري بالشكل ده. يعني صحيح. فمصر ما كانش في ادنى مقارنه خالص بين الحاله الفنيه لمنتخب مصر والحاله الفنيه لمنتخب الجزائر ومنتخب المغرب. يعني انا كنت متوقع ان الجزائر والمغرب هم اللي هيوصلوا بعيد، ومصر بالكتير دور ال 16. يعني احنا خصوصا بعد ادائنا السيء جدا امام نيجيريا، وبعد كده ادائنا امام السودان بصعوبه جدا، وقدام برضو غينيا شكلنا برضو كان سيء. احنا ما بنلعبش كوره خالص يا استاذ عمر، مصر ما بتلعبش كوره، احنا بنلعب كوره واقعيه، خلينا نقول كده، مصر بتلعب كوره واقعيه وبس. احنا بننزل النهارده مثلا في ماتشنا مع الكاميرون، احنا ما بنهاجمش، احنا واقفين تقريبا فرقتنا بالكامل في نص ملعبنا، وبنلعب على الهجمه المرتده على صلاح المقيد. صلاح يعني لو حضرتك تشوف الاداء بتاع صلاح، البرفورمانس بتاع صلاح النهارده او في كل ماتشات المنتخب عموما، ولا حاجه من ادائه مع ليفربول. فحد هيسال هو ليه صلاح بيأدي بالشكل ده؟ الغلط مش عند صلاح يا جماعه، صلاح لما بيلعب مع ليفربول مع ساديو ماني ومعاه اسماء تانية كتير، مدافعين الفرق التانية مركزين معاهم، يعني تركيز الدفاع بتاع الفريق التاني جاي على 3 أو 4 لعيبه نجوم في فريق ليفربول. انما النهارده مع مصر الدفاع بتاع الفرق التانية بالكامل مركز مع صلاح، لان هو مفتاح اللعب الوحيد اللي عندنا، وبالتالي مأيدين صلاح. مجرد ان صلاح اتمسك خلاص اصبح مفيش منتخب مصر،